طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ ناوي تربعها على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عرف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالمونيا. روحوا ضميركم شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك هدفنك مكانك. دي مش طريقه تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا رمانه امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول براء نوح ورجلت. براء نوح لله السلامه.